السلام عليكم. قبل أبدأ الشرح أتوقع أن أنت ما تبي ترى هالشرح، بس يمكن الوالد أو الوالدة يدعون لك ألف مرة على هالشرح، فيطبق لهم الشرح يطرش لهم الشرح. شكرا، يلا نكمل الشرح. هالموقع بطاقات.com تقدر تصمم فيه بطاقات معايدة حق العيد. حلو حلو، بس تدخل الموقع تختار الثيم اللي تبي تصمم عليه. بختار هذا. أوكي، تنزل رقم 2، اختار نوع الخط. اتوقع الامهات يحبون هالخط. رقم 3، وزف لكم ارقى لا لا دقيقه خلينا نشوف جمله شي بسيطه حلوه. يا اخي المهم انا ما ابي اسوي لي بطاقه، بس برويكم الشرح. نختار هالجمله زين، اكتب اسمك مثلا ام فلان، ابو فلان، فلان لفلان. بعطيكم هني رائد تك. ورقم 5 يروونك البطاقة اللي انت مسويها. طبعا تقدر تختار الحجم المربع هذا او مثلا حجم الستوري، وتنزل تضغط على تحميل البطاقة اللي تبيها. تبي الثنتين كيفك، تبي واحدة كيفك بعد. انا بحجم الستوري. مور سيف، وبس وردت سيفت الصورة عندي في الاستديو، اقدر اطرشها الحين اي مكان. فشفت الوضع شلون، ان صممت بطاقة حق الوالد والوالدة تقريبا بدقيقة واحدة فقط. ترى والله بيدعون لك، اعرف السوالف هذه، ترى يستانسون على السوالف، شيء مرتب ويسوونه كستمايز يعني بالشيء اللي يبونه. فبس والله يا جماعة ان شاء الله كنتم استفدتم من الشرح، يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك والفولو والشير. السلام عليكم ورحمة الله.